السلام عليكم. اليوم نعرفكم بالمحطة لتصفية المياه المستعملة واللي تعتبر فريدة من نوعها في الجزائر، وهي من ناحية الحجم واحدة من أكبر المحطات في الجزائر وفي إفريقيا، بسبب يعني من نوعها، لأنه تستعمل ما يسمى بالطريقة الثلاثية، واللي يعني بموجبها يتم استعادة كل هذه المياه نتاع المصفات في يعني في الري، في ميدان الزراعة وسقي المساحات الزراعية المتواجدة بولاية مستغانم. سوف أترككم تشاهدون هذا الفيديو الذي يعطي أكثر تفاصيل عن هذه المحطة ذات الثلاثية، يعني معالجة ثلاثية، وأترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. تصفية 46 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي بمحطة سلامندر، عملية تمر على عدة مراحل يتم من خلالها معالجة المياه المستعملة. الرفع معالجة أولية تخضع كذلك إلى مرحلة ترسيب أولي، ثم مرحلة التهوية. بعد مرحلة التهوية نروح مرحلة الترسيب الثانوي، وبعد مرحلة التعقيم. هذه فيما يخص فيلير أو. عندنا المرحلة الشق الثاني اللي هو معالجة الحمم اللي ننطق عليها اسم فيلير أو، يتخضع كذلك للتجميع والتجفيف والتخزين على مستوى. بعد أن كانت هذه العملية تجد سبيلها إلى عرض البحر، تغيرت استراتيجية قطاع الموارد المائية، حيث سيتم استغلال هذه المياه بعد المعالجة الثلاثية كمورد بديل يستخدم في السقي الفلاحي. استراتيجية القطاع تغيرت، حتى النظرة يعني النظرة تاع المسؤولين تاع المسؤولين ولي القطاع، والنظرة يعني تاع السيد الولي اللي حث عليها بزاف، يعني نصرفوا دراهم مبالغ ضخمة نصفوا المياه ومن بعد نرموها للبحر. يعني ارتئينا الوزارة ارتأت باش تسجل هذه العملية، تصفية المياه، تصفية ثلاثية المياه المستعملة اللي تروح افوكاسيون اغريكول بوكو بيس، ثاني فيها شقين، فيها الشق الأول اللي هو استعمال مياه المصفات في الري في صغير الأراضي الفلاحية، زائد ثاني نقص من حجم المياه المستعملة المياه الصالحة للبشر اللي تستعمل في السقي. خطوة من شأنها دعم السقي الفلاحي على مساحة تقدر ب 3000 هكتار على مستوى هضبة مستغانم، في حالة تجسيد منشآت للتخزين وشبكة لتوزيع المياه المعالجة، أمر يتحقق برصد أموال لاستكمال الشطر الثاني من المشروع.